ولاية غليزان أكد مدير مستشفى محمد بوضياف أن عدد أو حالات الإصابة بفيروس كورونا في تراجع مستمر خلال الثلاث أيام الأخيرة، حيث أكد نسبة الشفاء بلغت ما يقارب 90%، مرجع النتائج المتوصل إليها إلى مجهودات الطاقم الطبي والتزام المصابين بفيروس كورونا بالحجر المنزلي. تفاصيل أكثر في ميكروفون حمزة زروقي. في ثلاث أيام الأخيرة تراجع في عدد المصابين بهذا الوباء، بحيث عدد المرضى الموجودين بالمصلحة لا يتعدى 7 مرضى وهما في حالة صحية جيدة. كذلك لاحظنا أن عدد المرضى المصابين بالفيروس الوافدين من أجل الفحوصات الطبية المتخصصة تناقص بنسبة كبيرة. هذا راجع إلى التكفل الجيد بمرضانا الأعزاء، نسبة شفاء المرضى الذين تم استشفائهم على مستوى المؤسسة نسبة كانت جد مرتفعة، لأن احترام بروتوكول العلاج كان صارم جدا، ونسبة الشفاء وصلت حتى 90%.